وكنا قبل الفاصل بكلم حضرتك على فكرة إن ساعات بيبقى في علاقة ممكن تكون من وجهة نظر المقربين المخلصين علاقة سامة جدا، والطرف اللي بيقع عليه أذى عارف إنها علاقة سامة جدا، ولكن بتوازناته هو الشخصية وحساباته حسب الموضوع لقى إن هو عاوز يكمل وهيكمل عشان في مميزات تانية يعني مخلياه يتغاضى عن الأذى أو الإهانة أو السمية اللي في العلاقة. دول نعمل معاهم إيه؟ هل نحاول نخرجهم منها ولا نسيبهم ولا نقول لهم إيه؟ مبدئيا احنا لازم نعرف حدودنا في العلاقات، لان اوقات كتير لما بنتخطى حدودنا بنبوظ الدنيا اكتر ما بتبقى متضرره بالفعل. بمعنى طول ما انت بره البيت ده انت مطلوب منك النصح والارشاد في حدود عشان ما تقعيش في مطب اكبر اللي احنا شرعا بنسميه ايه؟ التخبيب. يعني لو هو البيت قايم وهم عارفين يتصرفوا مع بعض، هي ما طلبتش مساعده، انت نصحتي مره واتنين، هي تجاهلت نصيحتك، كان الله بالسر عليه نقطه وتاخدي خطوه لورا. مش عايزه النصيحه اصلا بالظبط، نقطه وتاخدي خطوه لورا. خطوه لورا معناها ايه؟ ان انا مش حريصه على انقاذ حد هو شايف انه متمسك بالبيت ده، لان ممكن حرصك على انقاذها يخرب بيتها وهي صحيح. مش عايزه كده، والبيت كان ماشي والدنيا ممكن كانت ماشيه، هي عندها ما عندهاش مصدر او هي عندها حسابات تانية او عندها اي مشكله او ما عندهاش رفاهيه الرحيل. الرحيل رفاهيه، يعني انا قبل ما اشتغل في المجال بتاعي انا كنت شايفه ان ايه المشكله، اي راجل يضايق اي ست ترحل تتطلق، اي ست تضايق اي راجل يرحل يسيبها. لا، ما هنا بيقول لك اللي صبر على المر اللي امر منه، اكيد بالضروره يكون مرار، ممكن تكون اهتمامك بولادك اكتر، توفير حياه انت عايزه تامنيها لولادك بشكل مختلف، ممكن يكون اعتماد مادي، ممكن يكون اعتماد نفسي. تمام، يعني اسباب لا حصر لها. طيب هنا بنقول انه الشخصيه السامه سواء كانت راجل او ست، انا في تقديري الشخصي المتواضع انه هي بتبان بدري اولا من البيت اللي الشخص جاي منه، عشان كده بنقول مهم جدا ان احنا نبص على البيت حقيقي. تاني حاجه بتبان في فتره الخطوبه او في فتره التعارف، بس بيتم غض الطرف عنها او بنطنش يعني، وبنقول انه يمكن صدفه، يمكن مش قصده او مش قصدها، يمكن هيتغير. الحاجة الثالثة بنبتدي بعد الجواز نلاقي ان الشخصية السامة دي اي مكان راجل او ست عنده شوية وسائل وادوات كده حاططها في علبة دايما، لفكرة عزل الطرف الثاني، فرض السيطرة، تغيير نمط حياته، انه يقل منه طول الوقت، يتنمر عليه او ما الى ذلك. ايه الادوات اللي بيستخدمها السام، وازاي ان احنا نقدر ننتبه بدري قبل ما تقع الفاس في الراس زي ما بيقول؟ اول اداة واضحة جدا هي بالصدفة اول حاجة حضرتك قلتيها، يفرض حواليكي سياج من السيطرة، كردور، يبتدي يعزلك ويقطع علاقاتك الاجتماعية واحدة واحدة. بإيه؟ بالصحاب مثلا؟ صاحبتك دي لا مش كويسة، ولاد خالك لا أنا بغير عليكي، بنت مش عارفة مين لا أنا بغير عليكي من جوزها، ما البنات بتفرح يا دكتور، البنات بتفرح بالحكاية دي، باباكي ومامتك لا مش كل يوم، أصلا أنا بحبك خليكي معايا. فيبتدي أو يبتدي يوقع، مش بالضرورة يوقع، دي أداة من الأدوات طبعا. ولكن خدوا بالكم الشخصيات المسيئه بشكل عام يا جماعه شاطره قوي، لسانهم حلو قوي، متكلمين ناجحين، بعيد عن الاساءه. ما هو لازم عشان تبلعي حاجات صعبه قوي لازم تكوني متخدره حلو قوي، لازم يكون بيديكي بايد، بيوجعك بايد بس بالايد الثانيه بياخدك في حضنه قوي، وحضنه حلو قوي وعواطفه جياشه جدا، وقد يكون معطاء وكريم جدا، مش بالضروره يكون بخيل. وده مبرر منطقي وقوي جدا ان في بعض البنات او ستات ما بتقدرش ان هي تفلت من العلاقه دي، لانه بيعرف يجيبها بطريقه ثانيه. عشان كده لما بنيجي ننصح حد او نطلع حد من علاقه سامه دايما اقول لها كل ربع ساعه، مش كل يوم بقى، كل ربع ساعه فكري نفسك انت ماشيه ليه؟ هو انت سايبه هنا ليه؟ مش هتقعدي ليه؟ لان المخدر بيبقى في عسل، هقعد ليه؟ في حين ان انهيارها نفسيا واحيانا جسديا بيبقى هو انت قلتي لي ماشيه ليه؟ ايه اللي كسرك؟ ايه اللي مدمر نفسيتك؟ ايه اللي مخليكي مش طايقه الحياه دي؟ فدايما اقول لها فكري نفسك انت ماشيه ليه؟ مش قاعده ليه؟ ده لحظه ما بنتاكد ان في علاقه مسيئه اصلا.